انا خاي غادي بالقرعه. اخويا تبارك الله عليك، مبروك ليك ومبروك اخويا، جات فيك القرعه والقرعه كتجي في مرضين الوالدين. هادو الدراري صحابي اللي كنعرفهم كاملين جاتهم القرعه، كاملين مرضين الوالدين. بالمناسبه الاخ كنت شاركت في القرعه جوج مرات في حياتي. شحال هادي تيضلوا الدراري صحابي تيقول لي دير القرعه دير القرعه دير القرعه، ما 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 فهمتي. تنقول صافي راه امريكا لا بغيت نمشي لها، كاينه الفيزا الحمد لله. وكما قلت لك راك مرضي الوالدين، جات فيك القرعه. عندي واحد الدري صاحبي سميتو زكريا، قرا معايا في الدوزيام اني بي تي اس، كنحييه بهاد المناسبه هادي. من الناس اللي الله يعمر هضر، ما عمرني شفت شي واحد الله يعمر هضر اكثر من هاد الدري هذا. جات فيه الجرين كارد ديال هاد العادي، مشي حتى هو فهاد لابيروز فاش كتسولني انت غادي تمشي ان شاء الله. وكاين واحد الدري صاحبي تما عايش سميتو حسين، راه كيكومونتي ليا بزاف د المرات، يعني حتى هو من الناس اللي الله يعمر هضر، الناس النادرين فهمتي. تا هو فهمتي مرضي الوالدين وبزاف، تا هو جات فيه الجرين كارد. وواحد الدري صاحبنا يوسف، تا هو فهمتي مرضي الوالدين بالشات، يقدر فهمتي السيد عاش حياته كامله هز الهم الوالدين اكثر ما هزو لراسو. تا هو جاتو الجرين، تا هو جاتو الجرين كارد. دونك اخاي كنتنبع حتى انت راك مرضي الوالدين. اخويا النصيحه اللي ننصحك تمشي للميريكان، وفي الاول حاول تمشي عند شي حد، وهادي اللي كيديروا لك طريقه المغاربه، تمشي عند شي حد. واخا يكون عندك الفلوس، افترضوا ان عندك الفلوس وميسر عليك الله وراك خدام في الويب وجاتك الجرين كارد، ما تمشيش اخويا تسكن بوحدك ولا سي ميو سير عند شي واحد في لو ديبي. واخا تكون ميسر عليك الله سي ميو سير عند شي واحد، لان راه فريمون الثقافه مختلفه، كلشي مختلف. هادي حاول دوز معاهم مينيموم واحد الشهر في الاول، سير عند شي واحد حاول دوز معاهم مينيموم واحد الشهر، تفهم الثقافه، تفهم شحال من حاجه. نعطيك مثال، انا وصلت الامريكان كريت طوموبيله، مشيت وقفت في الطحمر، مشيت وقفت في الطحمر ياك، يلا طلقت الطحمر ويجتني البوليسي قال لي كنت معرقل السير. قلت له راه الطحمر طافي، الطحمر شاعل دونك خاصني نوقف. قال لي لا ما خاصكش توقف، لان الطريق خاويه ومن حقك تدور على اليمين. قلت له يعني اذا كان الطحمر شاعل من حقي، بحال نفس القانون هنا في تايلاند، الطحمر واخا شاعل الطريق خاويه وباغي دور. قلت له دونك وشنو هو دابا عندي؟ قال لي عندك عرقله السير، لان الناس من وراك كتكلاكسوني. انا قلت لهم كي صحابني كيكلاكسونوا عندهم شي مشكل ماشي عليا انايا، لا كنت معرقل السير كذا. ابخي شرحت ليه قال لي ماشي مشكل، باش هادشي باش مزيان البوليس ديال الميريكان هو كتشرح ليه السيتياسيون كيقول لك ماشي مشكل، ماشي يدير معك شي حاجه خايبه. صافي قال لي ماشي مشكل، طلقني مشيت في حالي استفدت واحد الدرس. مشيت قلتها للكوزان فهمتي، قال لي اش كتروان؟ لا راه اللي كيدير القانون ها كيدير. اول مره مشيت عند الكوزان، تعلمت بزاف الحوايج. سيميو تمشي عند شي واحد، اما انت نعطيك غير اصغر مثال، في المغرب كتجي كتوقف في جنب الطريق تتسنى الضو الخضر يشعل، باش تتسنى الضو الاحمر يشعل عند الطوموبيلات باش تقطع انت على رجليك. تما كاين واحد السيستم اللي انا نعطيك مثال ديال، انا كنت في نيويورك، كنت غادي جيت جنب الطريق بقيت واقف كنتسنى الاحمر يشعل عند الطوموبيلات. يقدر نقول لك بقيت شي قسمين في المكانه، عاد جا واحد السيد قال لي واش باغي تقطع؟ قلت ليه اه. ويقول لي راه الا باغي تقطع كتورك في هذا البوطون هادي، باش السيستم كيعرف راه كاين شي واحد كيتسنى بغى يقطع باش يوقف الطريق باش تدوز انت. ما حد ما كاينش بنادم جا كليك على هذا البوطون كيبقى الحق للطوموبيلات يدوزوا. دونك اجي شويه اللي قلت لك اخويا من بزاف، مي من احسن حاجه هو تمشي عند شي واحد في لو ديبي، يخلي لك واحد الشهر، شوف ثقافه، شوف ناس جداد، شوف اسميتو البلان ديالك سيميو تعرفو سيميو، خليه حتى لتمايا احسن حاجه. مي انت حط شي بلان واش تمشي، انا اللي ننصحك احسن نصيحه هو تمشي للميريكان، هادي احسن نصيحه. تمشي للميريكان قرا، تمشي للميريكان قرا قرا، موت وقرا، موت وقرا. ما القرايه ديالك هي الاولى، لان تما كيعترفوا بالدبلومات وتيعترفوا بالقرايه. ما تقولش المغرب اللي فيه داكشي، لا حتى امريكان فيها. سير اخويا تما قرا، ابخي الا قريتي راه غادي تشد شي بوست صحيح، غادي تمشي بعيد في حياتك. دونك خدم في الاول جفاف، خدم ما سميتو عندك هم واحد، ماشي هو تاكل وتشرب اجلس بالشوع، كل اللي قسم الله، ولكن قرا. الا قريتي غادي تزيد لقدام تمايا، وتما كيعترفوا بلي ديبلوم، وما بيان سور ما غاديش تشدوا على الدكتوراه وغادي تكون عاطل، وبيان سور ما تخدمش الدوله باش ما يلصقونيش عاد نشاهدين يقول لك انت قلتها شتي، ما جدوش الدكتوراه وجلسوا عاطلين. لا
اجي تجي الدكتوره بديك العقليه المغرب اجي تجلس عاطل وادي تدوز قدام البرلمان وادي يجبد معاك واحد المخزني برجليه خاص تمشي تخدم في القطاع الخاص. في امريكا نفس القضيه اجي تمشي تخدم في القطاع الخاص كانت عندك الكفاءه وبيان سور تما ما تش الدكتوره وانت ما عندكش الكفاءه. على اخويا النصيحه اللي ديما خليها في بالك ديما وما مت هي كمل قرايتك الا عرفتي تما الا شديتي واحد الباكالور مزيان ماشي الباكالوريا الباكالوريا هي شي عامين في الجامعه الباكالور ماشي البكالوريات المغرب شديتي واحد الماستر مزيانه شديتي واحد الدكتوره صافي اخويا لان كنعرف انا بنادم خايد الدكتوره دي سالير تنعرف بنادم خايد الدكتوره في امريكان على سالير اللي كيتوشي وراه فريمون دي سالير محترمين كيعيشوا عيشه محترمه فهمتي تخدموا في شركات محترمين كنعرف سيد خدام تشيز بانك مستشار خدام مزيان كنعرف سيده خدامه في عاد بالله نشطر راجل في ويلز فارغو بانك خدامه في الادفايزر ديبارتمنت يعني في قسم المستشارين الماليين في ويلز فارغو كتوشي مزيان عايشه مزيان فهمتي يعني الا كنتي كتحلم بشي عيشه مزيانه اخويا الا كان تعيش شي عيشه مزيانه محترم ضامن الحقوق ديالك ضامن السالري ديالك ضامن مستقبلك فهمتي دارك طوموبيلتك ما خصك حتى خير وتشيط باش تشيط باش ماشي باش تضرب تما 10 سنين تجي تشري في المغرب داكشي اللي كيخدموا عليه الناس حياتهم كامله وكاين اللي ما عمره غادي يوصل له غادي تضربوا انت في 10 سنين يقدر في 10 سنين واي واي 10 سنين كنعرف بنادم من هادو اللي مغربي فهمتي ضرب تما 3 سنين جا بلا ما نقول الممتلكات ديالو جا شرا في المغرب داكشي اللي كيحلم به بنادم حياته كامله ماشي بيان سور ابارتمون ديال الضحى وداسيا لا شرا تماش نقول شنو شرا ولكن دونك اخويا لا قريتي لا قريتي مزيان وسميتو غادي تمشي تخدم تما واحد 10 سنين غادي تخدم قرايتك هادشي نوصلك امريكان القرايه الاخوان اللي كيفكر يمشي يغسل طبيصلات ولا يخدم في البيتزا ولا يدير ليسانس راه ما مسلكاش الاخوان لان ما تحسبهاش بداك المنطق المغربي ديال اوه غادي نشد 3 المليون في الشهر فاك على 3 المليون 3 المليون ما جيبهاش لك اصاحبي حتى كرانقي تبغي تكريير شي ابارتمون مرقعه بيت واحد ومزاحم وحضي عندك لا تموت لا تكون بحال القبر وتثق بك وتموت غادي تكريها بواحد 1200 دولار ديال قليله دونك نسى داك الحساب ديال المغرب ديال غادي نتخلص 3 المليون ما مسلكاكش في امريكا غادي تضرب على شي سالري كبير شي 12000 دولار فهمتي المهم 100 كالفوك في العام غادي تجي تعيش تما نقي وغادي تمشي بعيد اخويا وقرايتك هي اللي توصلك لهادشي خاي سيمو انا عايشه في جيرماني ايتيديونت و اون انجينيور بغيت نتعلم السؤال ديالك اختي كيطير والطريق عامره ونتعلم هذا الدومين جو سوي كوريوز وبغيت نعرف كيفاش نبدا الاخت بما انك انجينيور الا هو عندك واحد المستوى ديال الذكاء متفوق انجينيور راه بيان سور انجينيور كيدوز واحد الامتحانات بزاف حياتو اكيد الانجينيور انا بالنسبه ليا الخلاصه باش كنلخص البروفيل ديال الانجينيور هو واحد تحطو في مشكله تجي حلها يعني عندك واحد المستوى ديال التحليل وتحل المشاكل عاد تولي انجينيور وسيرتو الا كنتي انجينيور في الديفلوبمون ولا شي الويب دونك عندك احتمال تنجح كبير سواء انت الاخت ولا اي واحد انجينيور سيرتو الا كان في الديفلوبمون ويب ولا في الديفلوبمون فاش ما عنده واحد الاحتمال ديال ينجح اكثر من الاخرين لان عندك لي باز كاملين و اللي ننصحك بها الاخت كانجينيور ما ننصحكش تمشي تيري الريسكين ولا تمشي تخدمي ادسنس ولا شي حاجه عندك تبارك الله دي كومبيتونس غادي تخدم يقدر تخدم الريسكين كبدايه واحد 3 شهور 4 شهور باش تفهم اشنو طاري ابري غادي تولي تقاد ديزابليكاسيون ديالك وتحطهم وبيان سور الا مشيتي دير الريسكين راه ممكن تموديفي انت الجو كامل ممكن تزيد فيه كيف ما بغيتي ما تجيش دير الريسكين بالعقليه ديال اللي حافظ لان لاكطاريه دابا الدراري كيديروا الريسكين وما تاخذهاش مني عيب كنقول لكم هذه الجمله هذه باش تمشي تحسن من راسك ماشي كان ما عمر غادي يكون كنستهزئ منك لاكطاريه دابا الدراري كيديروا الريسكين راه حافظ ما فاهمش
تنقول لك هذه الجمله هذه باش تمشي تحسن من راسك. الاكثريه الدراري كيديروا ريسكين حافظ حافظ ما فاهمش ما فاهم حتى حاجه اش كيدير علاش كيدير ما هي تيدير. الا سولتي فهمتي دخلتي معاه في لي ديتاي في شي حوايج تكنيك حتى شنو هو الكي بي اي شنو هو كدا لارواي واش ضارب حسابك واش كدا شحال تانفيستي شحال ترد يقول لك لا انا قصر انا كندير هكا وكنلوح لابليكاسيون وكنتسنى الفلوس تدخل. دونك انجينيور ما 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 والاكثر كيجي كيموديفيه التصاور ديال حتى الديزاين ما كيتقنوش. انجينيور ممكن انت بيان سور تكون قريتي الجافا غادي تكون فاهم في لي ستيكا غادي تزيد لي ستيكا ديال النيتورك اخرين اللي كانوا الدراري خدامين ادموب بوحدو انت تمشي تخدم ادموب واجي تخدم ريفموب واجي تخدم ابلوفين تخدم شركات اخرين تزيدهم في لابليكاسيون. دونك واخا تنزل اضعف الايمان دير ريسكين غادي دير ريسكين بواحد الطريقه مختلفه على الدراري اللي كيديروا الريسكين. نتمنى الاخت دير ريسكين ولكن ما تكمليش فيه حياتك. الريسكين ماشي ديال تكمل فيه حياتك ولا تطول فيه. الريسكين دير بها راس المال وتخوي انت انجينيورات بارك الله عليك دونك راه غادي تفهمي اي حاجه بالسربه. توكل على الله انت بان لي الماكسيموم ضربي 4 شهور في الريسكين غتكوني فهمتي واجي تكونوا دخل بداو تيدخلوك الفلوس وتكوني فهمتي الدومين. وبيان سور راه عقل ديال انجينيور ماشي هو عقل ديالي انا احسن مني انايا فهمتي تيفكر يقدر. بيان سور انا في الاخر كنستعن بديزاين انجينيور كنريكروتيهم من 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 الهند. دونك انت انجينيورات توكلي على الله بداي بالريسكين كما قلت نعاودها ما تطوليش فيه 4 شهور الله يجعل البركه. و بغيت نقول لك شي حوايج اخرين والله ما عرفت بان لك الا كنتي عزيز عليك تخدمي ديفلوبمون تخدمي فريلانسر طلي فريلانسر بوان كوم والفريلانس راه ماشي عيب راه الناس كتحط لي بروجي ديالها فريلانسر بوان كوم.